السلام عليكم. اليوم راح الولاية الجزائر العاصمة بالضبط في بلدية شراقة لنعرفكم على هذا المشروع السكني الرائع، حيث أنه يعني المشروع هذا ما فيش طبقات كبيرة وكثيرة، ويقع في حي يعني فيه تطوير، يعني في اون بلان ايفوليسيون، ونلاحظ انه اشغال ما راهي مازال على السيره، و الطراز المعماري جميل، وكذلك يعني المواد المستعمله، مواد تغليف، مواد حجريه، حجر طبيعي. هنا نشاهد، لان نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذه الاقامه الرائعه اللي راهي قيد الاشغال وقيد الانشاء ببلدية شراقة، إذن بولاية الجزائر العاصمة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.